في القطاع الهيدروليكي عندنا نوتة حسابية للقطاع، بنعمل له برضه نوتة حسابية. هقول لك النوتة الحسابية دي بتشتمل على ايه وليه لوحة وليه لوحة. دلوقتي قبل ما نتكلم، هي الميه جايه من محطه التنقيه، جايه منين؟ منين؟ من المصدر. اسمها طبعا بنقول المصدر. انا سودا يا ولاد، احنا بنسمع انما مش الدرجه دي يعني. اول وحده بتستقبل الميه في المحطه هي مين؟ غرفه التوزيع. بعد كده تبدا الميه تتسلسل من غرفه التوزيع تروح على الفلاش ميكسر، بعد كده تخش على الكلاريف الكوليتور. الكلاريف الكوليتور ده مبنى كبير، فالميه جواه ليها مناسيب كتير. تبدا الاول تخش المنطقه اللي في النص اللي هي بتاعت الكوليكوليشن، وبعد كده تخرج منها تروح منطقه السيدمنتيشن، وبعدين تجمع الميه النظيفه من السيدمنتيشن وتخرج وتجمع الاحواض كلها وتروح بعد كده على مبنى المرشحات. مبنى المرشحات ده ملك بقى، ده برضه مالتي ستور يعني متعدد الطوابق. تبدا الميه تخش له من فوق خالص من قناه الدخول اللي انتوا عارفينها، تتوزع تخش جوه المرشحات. دخلت جوه المرشح، اول حاجه ارتب لك في المرشح زي ما اتفقنا في قناه رئيسيه. القناه الرئيسيه دي الميه ما بتخرجش منها، ما بتتوزعش منها، بتخش على قنوات فرعيه. القنوات الفرعيه دي بعد كده هي اللي ايه؟ اللي الميه بتتكب منها جوه المرشح يمين وشمال. تنزل الميه جوه المرشح من القناه، تنزل الميه جوه المرشح، مين اللي بيقابلك؟ الرمل، صح ولا لا؟ هيقابلك الرمل. القناه نفسها لازم يكون لها علو معين عن الرمل. لازم يكون لها علو عن مين؟ عن الرمل. ليه؟ انت عارف ان الميه اول ما هتنزل عن الرمل هتعدي من الرمل. كل يوم شيئا فشيئا او كل ساعه ولا هو ايه هتيجي تبص تلاقي منسوب الميه فوق الرمل، ماله؟ بيعلى، صح ولا لا؟ لان الرمل بيحصل له ايه؟ بيتسد. هتيجي تبص تلاقي منسوب الميه جوه الرمل، فوق الرمل عمال بيعلى 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 لحد ما يوصل لمين؟ لمنسوب القناه اللي هي اصلا بتوزع، صح ولا لا؟ ساعتها القناه هتعرف توزع؟ لا، هتلاقي الميه جوه القناه والميه جوه المرشح بقت واحد، يبقى كده المرشح ماله؟ سد خلاص، كده تقوم نفكر نعمل له غسيل ازاي بقى. المهم تحت الرمل في عندك تحت الميه طبقه رمل بسمك كذا، تحت الرمل طبقه زلط بسمك كذا، تحت الزلط في الاندر درين سيستم منظومه صرف الميه المرشحه. الاندر درين سيستم ليه اشكال، ممكن يكون شبكه مواسير، شبكه مواسير زي الصرف بتاع الاراضي الزراعيه، مواسير فرعيه مثقبه بتصب كلها في ماسوره رئيسيه مش مثقبه. الماسوره الرئيسيه دي لا تخرج بره مين؟ المرشح. وفي نظام تاني ان احنا نعمل ايه؟ بيسموه نظام الفوامي، نظام الفوامي الفوني. يروح جاي يخلي الارضيه بتاع المرشح خرسانه زي اللي انت شايفها دي. خرسانه. الخرسانه دي عباره عن بلوكات، يعني بلوكات متر في متر، 2 متر في 2 متر، بلوك خرسانه كده. سمكها 15 سم. ومخرمه. الخرسانه دي مالها؟ بلاطه مخرمه. الخرم مثلا كل ثقب فيها وليكن نص سم، قطره نص سم ولا سم. طبعا مش معقول يكون هو ده اللي هينفذ الميه، ده ممكن الزلط يعدي منه، صح؟ امال بيعمل ايه؟ بيروح جاي جوه الثقب اللي هو قطره سم ده وراكب جواه فوليه. جواه ايه؟ فوليه، حاجه زي كده زي ماسوره برضه بتخش جوه الثقب ده اهو. الماسوره دي جواها ثقب صغير وليكن ملي، وليكن ايه؟ ثقبه بقى ملي، يبقى الميه هتعدي من الملي ده. والفونيا دي منتشره في مين؟ في المسطح بتاعك كله. تقوم الميه تعدي من البلاطه الفونيا دي. تنزل تروح فين؟ يروح عامل سقف تاني. يروح عامل سقف تاني. بيسيب مسافه نص متر مثلا نظيف. ماشي؟ بيعملوا ايه؟ بص. ده عندك زي ما اتفقنا دي طبقه الرمل، تحت منها طبقه الزلط. المسافه ده ايه بقى؟ المسافه ده ايه اللي هي بتاعت الاندر درين سيستم؟ بنعملها حاجه من اثنين، يا اما نيجي هنا
نمشي ماسوره رئيسيه تخرج من المرشح اللي هي الماسوره دي، والماسوره الرئيسيه دي متوصل عليها مواسير فرعيه، فرعيات مثلا ترابيط ملي ولا حاجه، وكلها مثقبه مثقبه مثقبه. تقوم الميه تنزل جوه الاخرام جوه المواسير دي، تتجمع كلها من الفرعيات تخش جوه الماسوره الرئيسيه وتطلع بره. الحاجه الثانيه تيجي تحت الرمل اهو، وتروح عامل بلاطه 15 سم بس. بلاطه ايه؟ 15 سم بس، بلاطه مخرمه. ومركب جواها فرعيه. يبقى اوتوماتيك الميه هتعدي منين؟ من البلاطه 15 سم دي. لسه في عندك فاضل مسافه فاضيه يعني. دي بقى اللي هتجمع الميه. دي اللي هتجمع مين؟ الميه. يبقى الميه هتتجمع من على الارضيه اللي انت شايفها دي كلها. وانت عامل لها ميول زي الميول بتاع السقف مثلا. ميول. تتوجه لفين؟ تتوجه لحد اهو ناحيه الكروب. وضحت الفكره؟ يبقى الاندر درين سيستم احنا مجازا ممكن ناخده نص متر مثلا. النص متر ده يا المنظومه بتاعه المواسير المخرمه، يا المنظومه بتاعه الايه؟ البلاطه المخرمه مع الفوائد. وضحت يا شباب؟ تبدا الميه بعد كده تخرج منها تنزل على ايه؟ تنزل تحت مبنى المرشحات اللي هو الخزان اللي تحت مبنى المرشحات. الخزان اللي تحت مبنى المرشحات اهو بيركب فيه طرمبات تاخد من الميه النظيفه دي عشان تغسل مرشحات تاني. الخزان اللي تحت ده بيعتبر كتخزين لمين؟ للميه اللي انا هستعملها عشان اغسل بيها المرشح تاني. بعد كده الميه اللي هتفضل منه هتروح على مين؟ على الخزانات الارضيه. اهو. هو احنا كل الوقت على طول عمالين بنغسل المرشحات؟ ولا بتغسل ربع ساعة تلت ساعة وموقف؟ تلت ساعة وربع ساعة ولا موقف؟ صح؟ وانت بتغسل هتاخد شوية مية منهم، المية اللي خارجة يعني هتغسل بيها المرشح اللي انت بتغسله، وبقية المية على الخزانات الأرضية عدل. فطبيعي هيبقى عندك فيه مية خارجة هتروح على الخزانات الأرضية. الخزانات الأرضية دي المفروض ليها عمق مية وليكن 4 متر 5 متر اللي انت عامله. بنبدأ من عندها بقى مين؟ التصميم بتاعها. نبدا من عندها ايه؟ التصميم بتاعها. الخزان الارضي، الخزان الارضي اهو عمق الميه جواه العمق اللي انت ايه مصممه هتبدا بمنسوب كام؟ صفر. مش احنا اتعلمنا في سنه ثالثه ان منسوب الميه جوه الخزان الارضي هي نفسها منسوب الارض بره؟ اللي احنا بنسميه الصفر المعماري بتاع الموقع بتاعنا. منسوب التسويه بتاع المحطه. صفر. الصفر ده ممكن يطلع مثلا على حسب منسوب الارض في المكان دوت، يطلع مثلا موجب 150، يطلع موجب ب 10، يطلع موجب 30، يطلع تحت تحت البحر حتى يطلع زي ما يطلع. احنا هنسميه ايه؟ صفر. بص بقى معايا، حسابات القطاع الهيدروليكي بتبدا منين؟ بتبدا من اهو من عند مبنى الخزان الارضي. بتاخد منسوب الميه جواه كام؟ صفر. وتبدا انت عايز تسلسل، عايز تسلسل اذا كان ده منسوبه صفر، هو ده جاي له ميه منين؟ جاي له ميه من مبنى المرشحات. منين بالتحديد في مبنى المرشحات؟ في الخزان اللي تحت مبنى المرشحات اللي هو ايه؟ الخزان اللي تحت ده. الميه عشان تمشي من الخزان ده لابعد خزان ارضي مش لازم يكون فيه منسوب ميه يمشي الميه؟ هيد بنسميه هيد، صح ولا لا؟ الهيد ده وليكن فرق منسوب من هنا لهنا 10 سم 20 سم 30 سم يطلع زي ما يطلع. يبقى احنا عايزين نحسب الرقم ده اللي هو الهيد ده اللي احنا بنسميه التوتال هيد لوسس، اجمالي الفواقد من المبنى ده اهو لحد المبنى ده. واضح يا شباب؟ اجمالي الفواقد من الخزان اللي تحت المرشحات لحد الخزان مين؟ الارض. الفواقد، الفواقد زي ما احنا اتعلمنا انواع. اللوسس انواع. في عندك الفريكشن هيد لوس، فواقد الاحتكاك. طول ما الميه ماشيه جوه ماسوره في فريكشن ولا لا؟ صح؟ اه. يبقى انا هشوف طول الماسوره من اول فلان لحد فلان طولها كام وقطرها كام؟ وابدا احسب الفريكشن اللي جواه بمعادله مين؟ ردوا. هذه ويليام ولا ماني؟ رد يا متعلمين يا بتوع المدارس. هذه ويليام. ماني ده بتاع مواسير الانحدار او بتاع قنوات الانحدار، انما كومبليتلي فول او البريشرايزد بايبس كلها بقى ايه؟ معادله هذه ويليام. في بتساوي 3 5 5 في السي، السي الفاكتور بتاع هذه ويليام، في الدي قطر الماسوره 6 3
في الاس. اس ده اللي هو مين؟ ميل خط الطاقه الهيدروليكي اللي هو بضربه في طول الماسوره يقوم يدي لك الاتش فريكشن. صح؟ يبقى بشوف الماسوره نفسها من هنا لهنا طولها كام؟ قطرها كام؟ الكيو اللي ماشيه جواها كام عشان نحسب السرعه؟ صح ولا لا؟ ده الفريكشن. ايه كمان فواقد؟ الماينور لوسز. صح؟ الماينور هيد لوسز، كل الفواقد الثانويه. كل الوصلات اللي هتقابلك في السكه. قوة مشترك ريديوسر محبس اي حاجه هتقابلك في السكه. بما فيهم الانلت والاكزيت. ايه الانلت والاكزيت؟ عندك هنا مثلا هنا في ايه؟ الماسوره دي الماسوره ايه؟ الميه داخلها من هنا صح؟ الميه داخلها من هنا فده الانلت بتاع الماسوره. ده الانلت بتاع الماسوره. في فاقد. الماسوره دي اخرها في ايه؟ اخرها اهو تحت هنا اهو لحد الميه ما تخرج. هيبقى في هنا اكزيت. هيبقى في اكزيت لوس، في فاقد عند الخروج كمان. يبقى في عندك انلت لوس وفي عندك اكزيت لوس. كل الفواقد الثانويه دي داله السرعه. وفاكتور اسمه كيف؟ على حسب مين قيمه البتاع اللي عندك هتحط كيف؟ انلت يقول لك مثلا الكيل بتاعته بنص ولا بواحد، الاكزيت بنص، الكوع 90 بوينت 3/2، الكوع 45 بوينت 2/5، الكوع 11 ولا ال 22 بكذا، التي يقول لك مثلا الكيل بتاعتها بكذا، المحبس هو محبس فراشه ولا محبس بوابه ولا محبس عوامه؟ كل محبس فيهم ليه ايه؟ لقيمه الكيل بتاعته. يبقى طول ما انا ماشي في السكه بجمع مين؟ كل الفواقد الثانويه دي. معايا يا شباب؟ هنا بقى ما ينفعش تيجي تقول له انا هاخد الماينور لوسز كلها بنسبه من الفريكشن. فاكرين خط الطرد؟ خط الطرد بتاع الانتاج لما جينا حسبنا الهيد بتاع الطرمبات وكنا بنحسب التوتال دايناميك هيد كنا بنحسب الفريكشن وبعدين ناخد الماينور كلها كام؟ 10% منه. هناك كنت بتمشي طول خط المواسير نفسه بالكيلو. صح؟ بالكيلو. يعني الفريكشن كان بالامتار. بتاع 10 متر بتاع 15 يطلع 100. انما هنا الفريكشن في الوصله الواحده ممكن يطلع 3 سم 4 سم. في نفس الوقت ممكن تلاقي ان التوتال بتاع الماينور لوسز طالع نص متر. طالع ايه؟ نص متر. ليه يا عم؟ لانك جمعت حاجات كتير اكتر من الفريكشن. جمعت خمس ست كواع في السكه، وجمعت انلت واكزيت، وجمعت كمان محبس. الحاجات دي كلها ممكن تلاقي التوتال بتاعها طالع اكتر من ايه؟ من الفريكشن. يبقى ما ينفعش في القطاع الهيدروليكي ناخد الماينر نص نسبه من مين؟ من الفريكشن، لازم نحسبها. واضح يا شباب؟ طيب بص معايا بقى. لو انا عايز احسب الرقم ده هو اللي هو البوينت 3/3. انا عندي هنا المنسوب كذا وعندك هنا صفر، عايز تجمع التوتال لوسس اللي في السكه دي عشان تجيب المنسوب ده اهو. صح؟ تعالى بقى نبص في النوته الحسابيه. هيجي يقول لك ايه؟ ووتر فلوز فروم فلتر هاوس من مبنى المرشحات تو الجراوند تانك الى الخزانات الارضيه ثرو بايب. ثرو 3 بايبس خلال 3 مواسير، خلال 4 مواسير، خلال ماسورتين على حسب تخطيطك. على حسب مين؟ تخطيطك. كل ماسوره منهم، كل وصله ماسوره منهم ليها فقره. بص عليها قول كده. فين ابعد خزان ارضي عندك؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ اللي تحت ده صح؟ الخزان ده. الخزان ده ليه ماسوره لوحده صح؟ ركبه. ادي اول ماسوره قطرها كذا. بعد كده في ماسوره بتاع خزانين. ادي ماسوره ثانيه صح؟ لحد النقطه دي. بعد كده في ماسوره ثانيه شايله مين؟ شايله كلها. ادي ثالث ماسوره. تعالى لحد هنا ادي ماسوره اللي هتخش لحد ايه؟ لحد الخزان الارضي. ادي رابع ماسوره. طب رابع ايه؟ مصور. ايه؟ كبيرة مين؟ دي
عايز تاخدها ايه؟ بص يا حبيبي، الماسوره دي شايله كام من طاقه المحطه؟ شايله المحطه كلها صح؟ تعالى هنا بقى، الماسوره دي جايه منين؟ جايه من الخزانين اللي تحت هنا. تعالى مش معايا، جايه من الخزانين اللي تحت هنا. الخزان ده هو في نص المحطه والخزان ده في نص المحطه، فطبيعي ان وصله الماسوره دي شايله نص المحطه والماسوره دي شايله نص المحطه صح؟ لكن الماسوره دي شايله ايه؟ المحطه كلها. كل ما الكيو تتغير طبيعي ان الماسوره مالها؟ هتتغير. والا كنت خدت المحطه كلها من اولها لاخرها ماسوره واحده وخلاص. ماشي؟ طيب. يبقى احنا لما بنيجي نحسب طاقه ما بين مبنى ومبنى، ما بين مبنى ومبنى، بتعمل ايه؟ بتشوف ابعد مسار من المبنى ده للمبنى ده. ابعد مسار من المبنى ده للمبنى ده. وتمسك المواسير اللي في السكه كلها. ماشي؟ وتمسك المواسير اللي في السكه ايه؟ كلها. كل ماسوره بينهم طولها كام؟ هتجيب الطول منين؟ هيقيس من على الرسم واختراع. طب الحته يا عم الفازوز الصغيره دي، يا عم خدها اي حاجه، خدها 2 3 4 متر يا اختراع، اي حاجه. دي حاجه حته صغيره. طب الماسوره دي قيس بقى من على الرسم. طب الماسوره دي قيس يا عم من على الرسم. طب الماسوره دي قيسها كلها من على الرسم. صح؟ القطر والتصرف، القطر ده احنا هنحسبه، هنصممه. طب الكيو، الكيو اللي ماشيه جوه الماسوره. بصوا بقى، لو المحطه دي كلها شغاله في المرحله الثانيه، المرحله مين يا عم؟ في الثانيه. الحوض ده ياخد كم من الكيو ديزاين؟ ربع، هياخد ربع، صح؟ هياخد ربع. يبقى المفروض ان وصلت الماسوره ده ايه؟ الكيو اللي جواها ربع. طيب افرض انت في المرحله الثانيه فعلا، بس وليكن بتعمل غسيل للحوض ده، بتغسله. الغسيل بتاعه ده ممكن يقعد له يوم ولا يومين ولا بتاع. يبقى التصرف بتاع المحطه كله هيتوزع على مين؟ على الثلاثه التانيين. يبقى طبيعي ان الحوض ده اهو في اسوء حاله تشغيل ممكن تتعرض لها هيشيل كام؟ يشيل ثلث التصرف، صح؟ يبقى الورست كيس ان انا اصمم دي انها شايله ثلث. والماسوره دي شايله كام؟ شايله ثلثين. ما هو الحوض ده شايل ثلث، والحوض ده شايل ثلث، يبقى الماسوره دي تبقى شايله ثلثين. طب الماسوره دي هي شايله كيو كلها، صح ولا لا؟ ماشي؟ طبعا مفيش داعي ان انا احسب من الناحيه الثانيه، لان الناحيه الثانيه مسارها اقصر. لا، انا هحسب من ابعد مسار وخلاص، واعمم على الباقي بس. طيب احنا بنفكر زي ما اتفقنا، اخد انهي كيو؟ اخد انهي كيو؟ لان بناء على الكيو هتحسب سرعه، صح ولا لا؟ طب افرض انت في المرحله الاولى، مرحله مين يا عم؟ في المرحله الاولى، المرحله الاولى عندك كام حوض؟ اثنين. الراجل ده عامل الاثنين دول داشت، وعامل الاثنين دول هم اللي شغالين، صح؟ يبقى في المرحله الاولى دي هيشيلوا نص الكيو زي فاضل اثنين. معايا ولا مش معايا؟ طب افرض انت في المرحله الاولى ونص الكيو زي، ورحت جاي عامل غسيل للحوض ده. ما هو وارد انك تغسل الوحدات، ده ميه شرب لازم تغسله. يبقى الحوض هيشيل ايه؟ نص، صح؟ الحوض في وقت من الاوقات معرض ان هو يشيل نص، صح؟ يبقى الماسوره بتاعته ممكن تشيل نص الكيو كلها. طب الماسوره دي هتبقى شايله ايه؟ شايله مين؟ نص، صح؟ شايله نص برضه. ها؟ ما هو في المرحله الاولى ما فيش غير الماسوره دي اصلا. ما انت منافس الاثنين اللي تحت، فطبيعي ان ما فيش غير ماسورتهم. والكيو هي نص. يبقى في الحاله دي شايله نص. كده عندك حالتين اهو، صح؟ عندك حالتين. اما ان انت في المرحله الاولى، اما ان انك في المرحله الاولى الماسوره دي شايله نص، نص الكيو، والماسوره بتاع الحوض الواحد برضه شايله النص. او انك في المرحله الثانيه والحوض ده شايل تلت، والماسوره دي شايله ايه؟ تلتين. فعليا احنا بره في المكاتب بنحسب للحالات كلها. بنحسب لمين؟ لحالات التشغيل كلها.
ونشوف اكتر واحد فيهم بيطلع فواقد، ونشوف اكتر واحد فيهم بيطلع ايه؟ فواقد، نقوم هو ده اللي ايه؟ اللي نعممه، نقوم هو ده اللي ايه؟ اللي نعممه، واخدين بالكم؟ ماشي؟ طبيعي اه هيطلع اعلى سرعه. ما احنا عارفين. يا ولد بص معايا، انت عندك الحوض ده، بوصلاته معرض انه يشيل نص كيو، معرض انه يشيل مين؟ نص كيو. في نفس الوقت معاه الماسوره الرئيسيه شايله نص كيو. دي حاله. الحاله الثانيه ان الماسوره الرئيسيه تكون شايله تلتين كيو اكبر، وده تلت كيو اقل. ايهما هيطلع اكبر؟ ما اقدرش اخمن، لازم ايه؟ لازم احسب، صح ولا لا؟ طب احنا في المشروع نقعد نحسب؟ مش هتحسب يا عم، ده انا بعلمك. ده انا ايه؟ بعلمك ان انت عندك حالات مختلفه للتشغيل. اللي هيعمل لك الورست كيس، اللي هيعمل لك اقصر فواقد، هو ده اللي ايه؟ اللي احنا بناخد الفواقد بتاعته. واروح مديها للوحده اللي قبل منه، واجمع 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 وانا ماشي. طيب امال احنا نعمل ايه؟ بص معايا بقى، امال احنا نعمل ايه؟ احنا عندنا المحطه، هنفترض ان احنا شغالين على المرحله الثانيه. المرحله ايه؟ الثانيه، والوحدات كلها موجوده. هنطلع واحده بس بره مين؟ في الخدمه. هنطلع حوض من كل مجموعه بره الخدمه. ماشي؟ وتحمل تصرفه على مين؟ على الناس اللي حواليه. يبقى انا مطلوب مني هنا هاجي عند الماسوره ده ايه؟ اول ماسوره تقابلني اللي هي الماسوره دي. هقول انها واخده كام من الكيو؟ تلت كيو، صح؟ يبقى هاجي بشيت الاكسل بتاعي الماسوره اول واحده هتقابلني قطرها كام؟ 400 مؤقتا، احنا لسه ما نعرفش. تمام؟ شايله كام؟ كذا. شايله كام؟ شايله كذا. بص معايا بقى. عندك هنا اهو في ثلاث تصرفات اهو. في عندك هنا ثلاث تصرفات، انت بتاخد دايما نسبة منهم. الديزاين فلو ريت. الديزاين فلو ريت. ده اللي داخل المحطة. اللي هي الكيو ديزاين بتاعتك. هي الكيو ديزاين داخلة المحطة كام؟ واحد وواحد من عشرة في مين؟ في الماكسيمم مانثلي. صح؟ يا ده انا اللي انا واقف على دي، انت مش واخد بالك؟ دي اللي هي مين؟ ديزاين فلو ريت فروم فلاش ميكسر تو سيديمنتيشن تانك، اللي هي كيو ديزاين انت بتصمم عليها، اللي هي واحد واحد من عشره في مين؟ في الكيو ماكس مانسلي. الكيو ماكس مانسلي اللي فوق اهي، دي الكيو ديزاين بتاع المحطه، دي الناتج بتاع المحطه، الناتج بتاع المحطه اللي هو منين لفين؟ من الرابط ساند فلتر لحد الخزانات الارضيه. الكيو ماكس مانسلي، صح؟ اللي داخل الفلاتر نفسها من الترسيب لحد الفلاتر ده كام؟ هيبقى 1.7. ليه؟ مش احنا قلنا ان 10% اللي احنا مدخلينهم المحطه زياده دول 7% منهم غسيل مرشحات و3% ربع، فاكرين ولا نسيتوا؟ صح؟ يبقى انت عندك اهو يا عم، ابدا من تحت، من تحت انت المفروض ان الكيو اللي داخله المحطه 1.1 في الكيو ماكسيمم مانثلي، تمام؟ اللي هي تبدا من اول الفريش ميكسر لحد السيديمنتيشن. طيب الميه حوض الترسيب خارج منه كام ماسوره؟ ردوا. حوض الترسيب بيخرج منه كام ماسوره؟ ماسورتين، واحده بتاع الميه من فوق واحده بتاع الربا من تحت، صح؟ يبقى انت دخلت له 1.1 في الماكسيموم مانثلي، طلع لك 2 كيو، واحده من فوق اللي هي تروح المرشحات اللي هي 1.7، وال 3% هم دول مين؟ الروبة، صح ولا لا؟ يبقى طبيعي انك هتيجي بقى من اول السيديمنتيشن لحد الفلاتر هتكون 1.7 في المكسب المصري، صح؟ طيب من الرابي ساند فلتر لحد التنكات هو المكسب المصري نفسه. الكلام ده صعب، مش كل واحد فينا كاتب على المحطه بتاعته ان الطاقه التسليميه للمحطه دي الرقم اللي احنا عملناه بالتقرير، كنا قربوا الاقرب 1000، فاكرين؟ الاقرب 1000 ده هو المكسب المصري. هكتبه هنا في الاول. مضروب 1.7 هيديك ده، مضروب 1.1 هيديك ده. الكلام ده صعب. تعالى بقى نبدا بمين؟ باول ماسوره. الماسوره
قطرها كذا قطرها كام لسه ما نعرفش. المهم الماسوره دي اهو هتاخد كام من الكيو؟ رده تلت. هروح جاي في القطاع الهيدروليكي بتاعي واقول له دي موجب مين؟ انهي واحد من دول؟ انهي تصرف من دول؟ ها؟ هي الماسوره اللي احنا بنتكلم عنها دي ماسوره مين؟ الخزان الارضي. ماسوره مين؟ الخزان الارضي. انهي كيو اللي داخله للخزان الارضي؟ في ايه يا جدع انت هو مالكم كده؟ انتوا متنحين ليه؟ ما هي مكتوب عندكم على الرسمه اهو فروم الرابط سام فلتر تو جراوند تان. ما هي مكتوبه ده احنا مش هنحفظها يعني. على كام؟ على ثلاثه. خد قطر الماسوره. خد قطر الماسوره. بدا يمطر. جه واحد قال انا هحطها بوينت 4 اوتوماتيك السرعه تطلع تحت منها هيك. طلعت السرعه دي كام قدامكم؟ كم؟ واحد ونص. ايه يا عم؟ وانا ايه اللي خليني اعمل ده؟ السرعه الرينج التصميمي من بوينت 8 لحد واحد ونص. انا ايه اللي خليني امشي الماسوره جوه البتاع الواصله دي واحد ونص؟ واحد ونص ده كبير. واحد ونص ده شباب احنا بنمشي بيه الميه جوه خطوط الطرد. خطوط مين؟ الطرد. لما بيكون عندك خط طرد طلمبه بتخرج جوه خط طرد بنروح واخدين السرعه واحد ونص. لكن الماسوره اللي بتنقل الميه من حوض لحوض كده نتيجه فرق حد بس بنسميها ايه؟ بنسميها كانها ماشيه بالجرافت بالجاذبيه. ما هي الميه نفسها ايه؟ تحت تاثير وزنها هتلاقي نفسها بتزق من هنا لهنا، صح؟ في حد بيزقها؟ لا. فبنسميها انها كما لو كانت زي ماسوره انحدار، يعني الميه بتزق نفسها بالجاذبيه. فما فيش داعي تخلي السرعات جوه المواسير عاليه. الرينج بتاعها كام؟ واحد، محدود واحد، 1 متر على الثانيه. فانت واخد هنا قطر مطلع لك سرعه 1.5، ليه؟ كبر القطر شويه. بوينت 5. يرفع سرعه بوينت 9 8، معقول. يبقى اجي اهو اروح قايل له يابا القطر ده كام؟ 500. طيب 500. ماشي؟ يبقى ادي اول ماسوره، تعال كمل معايا بقى في الماسوره دي. طول الماسوره طيب لينس. طول الماسوره دي. برد بس كده افتراضي في حدود كام؟ لان خد بالك من نقطه بقى، بص كده معايا على القطاع الهيدروليكي. الماسوره اللي داخله، الماسوره اللي داخله دي ماسوره حوضين، صح؟ ماسوره حوضين. اول ما تخش جوه غرفه الصمامات ده ايه؟ وتروح مركب عليها مشترك بمحبسين، واحده للحوضه واحده للحوضه، صح ولا لا؟ يبقى هتمشي على افق ايه؟ على ما تتنوع يعني وتعمل فرعتين بتاع 2 متر ولا حاجه. مشيت على افق، تيجي بقى الحوض الواحد. المايه لما تيجي تخش الحوض بتاخد له وصله تخش له من فوق، بتخش له من فوق، مش بتخش دايركت هنا من تحت. الماسوره لازم تخش من فوق مش من تحت. من فوق ليه؟ الخزانات الارضيه لازم يتركب على ماسوره الدخول محبس عوام. لازم تركب على ماسوره الدخول محبس عوام. ليه؟ قال لا، ما احنا اتفقنا الخزانات الارضيه دي ان هي حجم تخزين معين بتملى ملك المفروض تقفل. والميه بعد كده تروح لمين؟ للخزانات اللي بعدها. ده خلاص خد حقه. اول ما ياخد حقه المحبس منه لازم يقفل. طب محبس العوامه ده روح يا عم البيت عندك افتح كده بتاع الغطا بتاع صندوق الطرد بتاع مين؟ صندوق الطرد بتاع التواليت. ما اسموش السيفون، اسمه صندوق الطرد. وروح شايل الغطا. قالوا ان والدك يدفدك. وبص جوه هتلاقي العوامه الدراع اللي هو مركوب في العوامه دوت، وهتلاقي المحبس نفسه فين؟ فوق مش تحت. محبس العوامه دايما بيكون فوق الميه مش تحتها. واضح؟ والعوامه هي كمان فوق، كله فوق. يبقى لازم ماسوره الدخول تدخلها من فوق تركب عليها المحبس وبعد كده بنزلها لحد مين؟ لحد القاع تاني. ماشي؟ اذا هتلاقي عندك شايف الوصله دي كلها ونازل لحد تحت. ما انت مشيت مسافه اهو يا عم. مش مسافه ولا لا؟ كل ده بيعد معاك امطار. اديها ايه؟ ادي عندك ده عمق الخزانه اصلا انت مصممه بتاع 5 متر، صح ولا لا؟ يبقى عندك ادي 4 وادي 4 8، والحته اللي كانت ماشيه على افق قول 2 متر يبقى 10 متر. ادي له 10 اهو. بص بقى الفواقد اللي خلال، الفواقد خلال مين؟ الفواقد خلال وصله الماسوره دي.
في الفريكشن وفي محابس وفي جواع، اي حاجه تقابلك اكتبها، اي حاجه تقابلك ايه اكتبها. مبدئيا في عندك اكزيت لوس، في فاقد مديكه الخروج، لان دي ميه خارجه في خزان، ففي خارجه ايه؟ يبقى اكزيت هو هيحسبها اوتوماتيك. كيف الميتر دي على 2 جي داله كلها داله في السرعه، كلها داله في السرعه. شايف ده طلع كام؟ طلع كام سم قدامك؟ 5 سم. انت عارف لو كنت سبت الماسوره دي قطرها بوينت 4 اهو، بوينت 4، شوف ده كان طلع كام؟ 12، صح ولا لا؟ ده نقل من 5 ل 12، من 5 ل 12. شوف نقلة القطر بس من 400 ل 500 قللت الفاقد في الايه؟ في الاكزيت بس. ده احنا لسه ولا الفريكشن ولا المحابس ولا الاجواء لسه ما حسبناش. صح؟ عشان كده انا قلت لك ايه؟ ما ينفعش تخلي السرعه دي 1.5 من اولها كده، انت هتخرب الدنيا. فعملناها كام؟ نص. فراح بخلك دي 5 سم. الفريكشن بصوا بقى، الفواقد ممكن نحسبها بمعادلتين، يا اما معادله هازن ويليام يا اما معادله دارسي. الفواقد اللي جوه خطوط مضغوطه او مقفوله يا اما معادله هازن ويليام يا اما معادله مين؟ دارسي. اللي موجوده في الحسابات هنا المعادله بتاعه دارسي، اللي هي الاف في ال في البي تربيع على 2 جي دي، المعادله بتاع دارسي دي انت كنت حافظينها زمان. الفريكشن فاكتور بتاعها بوينت 13، اللي هي على حسب مين؟ الماسوره، دي ماسوره ظهر، فالفاقد الكي فريكشن بتاعها بوينت 13. يطلع الفريكشن بكام؟ بسنتي، شوف سنتي سنتي فريكشن. انما الاكزيت لوحده 5 سنتي. طب تعالى نكمل. في عندك الاجواء ال 90 وفي عندك المحابس. تعالى نعد. تعالى ايه؟ نعد. ادي عندك محبس عوام، ادي محبس. وكل حوض اكيد عليه محبس، صح ولا لا؟ كده محبسين. يبقى تعالى اهو شوف في عندك كام محبس. الفالف تو فالف اهو محبسين في الداله هنا، اثنين في الكي بتاعتها اللي هي بوينت 3.1 في الكي تربيع على 2 جي. المحبسين يطلعوا كذا. الاكواع، تعالى نعد الاكواع. ادي عندك كوع، وادي الثاني، وعلى المسقط الافقي اهو. فين يا عم المسقط الافقي؟ اهو ادي كمان كوع اهو، صح؟ الميه كده لفت كده، كمان في كوع اهو على الافقي. واول ما تيجي جنب الحوض في كوعين صد رد، ثلاث اكواع. صد رد يا جيت كده طلعت فوق ورحت راجع بكوع تاني، كوعين صد رد مقابلين بعض. اس لما بيكون عندك اس دي اسمها اس اهي، فبنسميهم كوعين صد رد. ما اشتغلتش السداد يابا قبل كده؟ ماشي؟ نروح كاتبين مين كمان؟ الكوعين. ادي عندك كمان المفروض دول يبقوا ثلاث اكواع، ادي ثلاثه اهو، واروح جاي هنا اهو كاتب له دي ثلاثه. التوتال يطلع كام؟ يطلع بوينت 15. 15 سم فين؟ ده في اول فرعه بس، صح؟ ده اول فرعه يا مؤمن. ده احنا لسه عندنا الفرعه الثانيه والفرعه الثالثه والفرعه الرابعه، كل اللي قابلك فرعه ليها فقره، صح ولا لا؟ الماسوره الثانيه شايله كام؟ تعالى على الرسم اهو، دي تاني ماسوره اهي بقى، تاني ماسوره اهي شايله كام؟ طوبين، صح؟ اللي هو كام من المحطه؟ التلتين. اروح جاي هنا في شيت الاكسل في الكيوب بتاعتها موجب 2 في الحوض اللي قبل منه، مش دي حوضين، صح؟ اللي قبلها كانت شايله حوض، دي شايله حوضين، او تلتين الكيوب، هي مش فارقه يعني. طيب القطر، جه واحد قال لك انا هاخد القطر 6 من 10، طلعت السرعه كام؟ بص 1.36 عاليه؟ عاليه، خليها قطر 700 وانت 7، تطلع السرعه 1 يا دوب، حلوه قوي كده، خلي دي تبقى 700، واروح جاي طالع فوق تاني ماسوره 700 يعني 100، ماشي؟ وانزل تحت، تعالى بقى كمل على الماسوره ال 700 دي. الفلوريت حسبناه، البايب ده يكتر كذا، السرعه كذا، طول الماسوره سهله.
اراجع الرسم واروح قايس البتاعه دي فين فين فين، الدايمنجن من هنا لهنا رنج كام يا عم؟ 52 متر. اروح كاتب له 52. تعالى نحسب الفواقع، الفريكشن كذا، يطلع الفواقع في ال 50 متر دول 5 سم. هل عندنا هنا اكزت او انلت؟ لا، لان دي ماسوره راكبه في ماسوره من هنا وماسوره من هنا. امال انلت واكزت فين؟ من حوض وحوض. الماسوره وهي داخله من حوض اعمل لها انلت، خارجه في حوض اعمل لها اكزت. اي حاجه في النص مفيش ولا اكزت ولا انلت. امال في ايه؟ في قواع ومشتركات وبلاوي زرقاء ثانيه. عندك في عندك هنا ايه؟ تعالى بص على الرسم. اهو هنا في مشترك صح ولا لا؟ هنا في ايه؟ مشترك. ممكن تاخد مشترك، ممكن تعتبر المشترك ده ايه؟ قوة. ما هي الميه جايه كده كوعت ومشيت كده، يعني ممكن تعتبر ان هو قوة، تعتبره قوة. وعندك كمان قوة اهو، يبقى قوعين. يبقى تعالى في النوتة الحسابية، أنا عندي يا عم قوعين 90 أهم اتاكلوا. في عندك محابس؟ لا، ده وصل بصورة في النص، يبقى الفلفات بكام؟ صفرها. طلعت فين؟ تعالى هنا كده صفر. صفر مفيش. الكونفرجن بيس دي اللي هي ايه؟ الجلبه او الريديوسر يعني. مش انت عندك، مش انت عندك الماسوره دي 700. طب الماسوره دي 500 صح ولا لا؟ 500. انت عندك المشترك ده هيبقى 700 على كام؟ ما ينفع، مفيش حاجه اسمها 700 كده ويقلب على 2 500، ما ينفعش. ما ينفعش، لازم يقلب على 2 700 زي منه او اكبر. او ايه؟ او يعني ممكن تقول 700 على 700 زيه، 700 على 800، 700 على 900، 700 على 1000، 700 على 2000. واخد بالك؟ لان دي الولده. دي ايه؟ دي تعتبر الولده او الفرعه بتاعت المشترك. فما ينفعش تكون هي اكبر من الاصل. مش احنا هم حرف التيم المسطره. الراس بتاعت التيم هي الاصل، ما ينفعش الفرعه تكون ايه؟ اكبر منها، تكون اصغر. معايا ولا مش معايا؟ انت اصغر اللي جاي لك من هنا 700، يبقى طبيعي ده هيبقى ايه؟ 700 زي صح ولا لا؟ هيبقى المشترك ده اهو 700 من الناحيه دي وقالب 700 هنا 700 هنا. طب ده انت عايز 500. هتضطر تركب هنا ايه؟ جلده، وتركب هنا ايه؟ البرديوسر اللي هي كونفرشن بيس. طب نروح مدخلين تاثير اهي معاك ايه؟ لا بص بقى، لما يكون عندك ماسوره كبيره بتفرع على ماسورتين صغيرين، لا يفضل انك تروح عامل مين؟ انك تروح عامل المشترك على الصغير وبعدين تطلع منه فرعتين. لا لا، بنعمل ايه؟ المشترك لازم تعمله عك كبير وبعد كده تطلع منه بالايه؟ بالفرعتين الصغيرين. ما يبقاش عندك خط 700 وعايز تقسمه على 2 500، تقوم تعمل المشترك 500 على 500 وتروح جاي مراكب انت كونفرجن بيس 500 على 700. انت كده عملت خانقه. عملت مين؟ خانقه. لان المشترك المفروض الميه اللي داخلها له مجموع الاثنين، هي لسه ما اتفرعتش، ده دخلت جوه المشترك بالكيوب توتال. ماشي؟ فطالما ان الكيوب توتال داخله جوه المشترك يبقى ساعتها ايه؟ تدخلها بالكيوب كبيره، بالفرع الكبير. هتيجي نوع عند الوصله دي نفس الكلام، مش ده قطر؟ هيبقى اكبر. طب الفرعتين دول اصغر، هتضطر تركب مشترك على الكبير وتروح مركب جلبه الناحيه دي وجلبه الناحيه دي، صح ولا لا؟ يبقى في عندك هنا ايه؟ كونفرجن بيس، وفي عندك هنا كونفرجن بيس فقط. يبقى كل ماسوره هتلاقي انت واخد معاها تاثير الكونفرجن. وراح واخد معاها مين؟ الوصله دي كمان كذا. طلع له فقط في الحته دي و9. كل ماسوره خد معاها واحده بس. ماشي؟ كل ماسوره خد معاها واحده. الماسوره اللي بعد كده اللي هي هتجمع مين؟ اللي هي كله على الرسم. احنا في الماسوره دي واخده مين؟ كيو كلها. اروح طالع فوق اقول له كيو كلها اللي هي 50,000 صح؟ طيب الديامتر 900 مطلع سرعه 0.9. قشطة حلو. جه واحد قال لك أنا عايزه بولت 8، طلع 1.15 شغال برضه، بس اللي أحسن منه خليه 900.
قلل الفقر ليه؟ خد بالك بقى القطر زاد شويه، القطر زاد شويه ماشي، بس انت كمان في المقابل هتبص تلاقي الفواخر معاك مالها؟ بتقل بتقل بتقل، بتريح، لان انت ايه ده، انت لسه في اول مبنيين، ده احنا لسه في اول مبنيين من الخزانات الارضيه لحد مبنى المرشحات، لسه ما عملناش حاجه. فما تجيش بين الاثنين دول تعمل لي فقط مجموعهم مثلا 100. ليه يا عم؟ ده بيبقى بالسنتيات 20 سم 25 سم في الحدود دي. فكل انت ما ريحت القطر ريحت السرعه تقلل مين؟ الفائض. خلناه بوينت 9 طلع السرعه 9 من 10، طول الماسوره هيقيسه من عباس ب 30 متر. الفاقد جوه الماسوره دي نفسك، هنا بقى في عندك انلت المفروض استنى بص بقى معايا، بص يا شباب الماسوره دي، الماسوره دي انت المفروض 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 بس عشان ايه نختصر يعني، تروح جاي لحد هنا دي ماسوره بكيو، وتيجي من عند هنا تروح واخد الفرع ده اهي بماسوره جديده بكيو جديده، ماسوره جديده بكيو جديده باربع مواسير. اختصارا احنا ممكن ناخد الفرع دي كلها نقول لحد مين؟ لحد النهايه بنفس الخط ماشي ونفس الكيو، اختصارا بس للوقت والحسابات. يبقى ممكن نكمل الفرع دي لحد جوه لحد مبنى المرشحات بنفس الخط ونفس مين؟ ونفس الكيو. معايا؟ ها ماشي. يبقى عندك لحد ايه؟ وصلت جوه مبنى المرشحات اهو، الخزان الارضي اللي تحت هنا هيبقى مش اكزيت بقى، هتبقى اسمها ايه؟ انلت. هيبقى في عندك انلت لوس، والكي بتاعته الراجل ده كان بنص، الاكزيت كان بواحد، يبقى الانلت بنص، خد تاثيره خلاص. وطول الماسوره هتبقى 40 متر طويله شويه، الكيو هي نفس الكيو زي ما اتفقنا. في عندك محابس، في عندك محبس، في عندك اكواع، عندك هنا مين؟ المعادله موجوده فيها كل حاجه، في 90 حط العدد، في 45 حط العدد، في محابس حط العدد، مفيش صفر. ماشي الكلام ده صح؟ اللي مش موجود صفره اديله صفر، صفر في العدد. لحد ما تيجي تجمع مين؟ والواسطه بتاع كونفرجن بيس كمان، وتجمع مين؟ التوتال بتاع الفرع ده. يبقى من الاول للاخر الثلاث مواسير اللي احنا قابلناهم في السكه دول ال 500 وال 700 وال 900 عملوا اجمالي فاقد كام؟ 42.42. اروح جاي على الرسم بتاع القطاع الهيدروليكي اهو، ده صفر، هكتب على الفرع دي قطرها كام؟ 500، واللي داخل ده قطره كام؟ 700، واللي خارج من المرشحات ده قطره كام؟ 900. واجي اروح مسمي الرقم ده ايه؟ 0.42 اللي انا جبته من الحسابات. واضح؟ ماشي؟ قول. دي؟ بص معايا بقى، انت بتاخد تأثير المشترك لو لفيت فيه، لو لفيت فيه، لكن انت مثلا الميه ماشيه هنا دغري زي الماسوره بالظبط. ماشي؟ يبقى المشترك انت تاخد تأثيره لو خدت اتجاهه، لو خدت اتجاهه كأنك لفيت جواها 90 درجة يعني. ما لفيتش وماشي دغري زي الماسوره، فانت واخد الفريكشن اللي في الماسوره خلاص. وصلت مبنى المرشحات. معايا؟ كمان شكلكم كئيب جدا. طيب هناخد ريسك، احنا كده جوه مين؟ جوه مبنى المرشحات.